مرحبا بكم في دينفر بولاية كولورادو. بجواري تقف أفخم سيارة دفع رباعي كهربائية متوفرة حاليا، إنها مرسيدس بنز AQS متعددة الأغراض. سنعرف الآن ما إذا كانت هذه السيارة مثال الرفاهية القصوى، لذا سنترك المدينة إلى الجبال. كما هو متوقع، جهزت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرئيسية من مرسيدس بأحدث التقنيات كتحديثات الواجهة اللاسلكية للوظائف الرقمية وبرامج السيارة. الانطباع العام لقيادة AQS هو أنها مدهشة بسلاستها وهدوئها في الداخل، فبالكاد يسمع صوت الهواء. السيارات الكهربائية أخفض صوتاً على أي حال من سيارات محركات الاحتراق، كما يضمن نظام التعليق التكيفي عدم الإحساس بمعظم المطبات، وهذا يقارب إلى حد كبير تصوري للقيادة الفاخرة. قوة محرك النسخة الأساسية لهذه السيارة تزيد عن 360 حصاناً بمتوسط استهلاك ما بين 18.6 و 23 كيلوات ساعة لكل 100 كيلومتر، ومدى من 536 إلى 660 كيلومتراً. أما طراز فورماتي 580 فقوته تفوق 540 حصاناً. يبدو الحيز الداخلي لموديل AQS متعدد الأغراض ومن أول نظرة عالي الجودة. هناك مواد رائعة وتفاصيل جميلة، كل شيء يبدو فاخرا حقا. هنا في الوسط يوجد نظام المعلومات والترفيه، وهو سهل الاستخدام إلى حد ما نظرا لحجمه وزاوية ميله. كما يوجد خياران أيضا لشاشات العرض الرأسية الشفافة، إحداهما صغيرة كما هنا وتعطي صورة على نطاق 4.5 أمتار تقريبا، وهي تنقل أهم المعلومات كالسرعة وحدودها وأيضا بيانات برنامج تحديد المواقع عند استخدامه. ثم هناك الإصدار الأكبر بشاشة عرض للواقع المعزز، والتي تعرض صورة بقياس 77 بوصة في مجال رؤيتك على بعد 10 أمتار، وهذا رائع حقا. هل أنا بحاجة إليها فعلا؟ حتما سأختار الإصدار الأساسي، والذي يعرض سرعتي وحد السرعة الأقصى فقط، فلا يتعين علي بعدها البحث عن هذه المعلومات مرة أخرى. الحيز الخلفي للسيارة واسع جدا، وهو ما تتوقعه من سيارة يزيد طولها عن 5 أمتار. هناك مسافة كافية للساقين والرأس، والحيز الداخلي فخم حقا وفيه كل ما تحتاجه. يمكن تعديل المقاعد كهربائيا وتدفئتها وضبط درجة حرارة مكيف الهواء. كما يوجد مقبسان USB-C لشحن الهواتف، وإذا لم يكن هناك من يجلس في المقعد الأوسط فيمكن طيه وشحن الهاتف الذكي لاسلكيا مثلا. هناك أيضا حامل صغير للوجبات الخفيفة ومكان لوضع المشروبات، أي أن هناك كل ما تحتاجه لرحلة طويلة. تضم سيارة اختبارنا صفاً ثالثاً اختيارياً من المقاعد، وكالمعتاد في السيارات الفاخرة ليس عليكم طي المقاعد بأنفسكم، بل يكفي كبس زر، لكن عليكم الحذر لأنه وبمجرد الضغط على الزر يتحرك المقعد الأمامي أيضاً. هنا في الخلف يمكن الجلوس على ألا يزيد طول الشخص عن 1.70 متر، لكنه مكان مناسب للأطفال. بفضل نظام التعليق الهوائي التكيفي يمكن نقل السيارة إلى وضعية الطرق الوعرة برفع الهيكل مقدار 22 مليمترا، مما يسمح لها بالتكيف مع الطرق.
قوة بطارية سيارة EQS تزيد عن 107 كيلو وات ساعة، ويمكن شحنها حتى 200 كيلو وات. هذا يعني أن شحن البطارية لمدة ربع ساعة يوفر نطاقا إضافيا يبلغ 250 كيلو مترا. عند ضغط دواسة المكابح لا تعمل المكابح فورا، بل يتم أولا استعادة الطاقة طالما وصلت إلى أقصى أداء لها، وبعدها وعندما تحتاج السيارة إلى قوة كبح أكبر يتم تشغيل الفرامل الحقيقية. بهذا يقل إجهاد الفرامل عموما ويطيل عمرها، ونستعيد بنفس الوقت المزيد من الطاقة. هناك خمس وضعيات قيادة، وهي الاقتصادية والمريحة والرياضية والخاصة والقيادة على الطرق الوعرة. موديل EQS متعدد الأغراض، موديل فاخر فعلا، وهذا ما استطعت أن أجربه اليوم. هناك بالطبع سيارات أفخم منها، كسيارة رينج روفر من شركة لاند روفر أو بنتلي بنتياغا، لكنهما غير متوفرتين كسيارة كهربائية صرفة بعد. باختصار، سيارة EQS متعددة الأغراض، فاخرة للغاية، وتتمتع بمحركات قوية وقدرات عالية على الطرقات الوعرة، لكن حتى سعرها الابتدائي لا يقل عن حوالي 110 يوروات في ألمانيا.